شفنا في الأيام اللي فاتت حالة من الانقسام داخل الأروقة السياسية والبرلمانية البريطانية والأمريكية وفي أكثر من عاصمة أوروبية بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. شفنا كمان ضغوط مستمرة من الشارع والرأي العام العالمي المتعاطف مع أهلنا في القطاع. يمكن ده يكون ساهم في تغيير آراء كتير من السياسيين والبرلمانيين والقادة في مختلف الدول وخصوصا في أمريكا والدول الأوروبية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور أدمند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير عليك. صباح الأنوار. أهلا وسهلا دكتور. بداية لو حضرتك توضح لنا أبعاد حالة الانقسام اللي احنا شايفينها وظهرت جليا داخل الأروقة السياسية والبرلمانية البريطانية وكمان الأمريكية. فعلا بدأنا نرى خاصة في الولايات المتحدة بدأنا نرى مظاهر لخلافات عميقة بدأت تبرز بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من الحرب التي تشهدها غزة، وقد تصاعدت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث قامت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية بإيصال أو بانتقادات قاسية لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس. وجاء ذلك طبعا نشرته صحيفة بوليتيكو، نشرته صحيفة أكسيوس، وأيضا تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام الأخرى. وكانت الرسالة كان هناك رسالتان، الأولى جاءت من مجموعة من حوالي 100 شخص في موظف في وزارة الخارجية، والثانية يقال أنها حصلت على التوقيع 400 شخص، وكانتا متقاربتان إلى حد ما. ولكن الرسالة الثانية ركزت على أن هناك فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بايدن وإدارته تجاه أزمة الشرق الأوسط، وحذر هؤلاء من أن استمرار هذه السياسة سيكون له تداعيات سلبية جدا على سمعة الولايات المتحدة، على مصداقيتها، وعلى علاقاتها حتى وعلى مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم. احتوت المذكرة على طلبين رئيسيين، الأول أن تدعم الولايات المتحدة فورا وقف إطلاق النار، وأن توازن بين الرسائل الخاصة والرسائل العامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك أنه كان هناك انتقادات لإسرائيل بين بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين، الذين قالوا بأن التكتيكات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل ستضحك ضرر كبير بإسرائيل وحتى بالولايات المتحدة. الثانية هي أن معاملة الطريقة التي أيضا تعاملت بها إسرائيل مع الفلسطينيين والدعم الأمريكي لذلك سيكون له أيضا تداعيات سلبية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بس في العالم. ويقول هؤلاء أن هناك رسائل بدأت تأتي من السفارات الأمريكية في مناطق مختلفة في أفريقيا، في الشرق الأوسط، في آسيا، التي تنتقد إداء الإدارة. إذا انتقلنا دكتور إدموند الأخرى هي أن المجموعة الثانية ركزت على شيء آخر، وهو أمر يتعلق بالبعد الداخلي الإسرائيلي، وهو أنه عندما تدعم الحكومة الإسرائيلية عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط وغير العادي للقوة ضد الفلسطينيين، فيجب على الولايات المتحدة وعلى الإدارة وعلى الرئيس وعلى وزير الخارجية أن يعلنوا بأن هذا يتعارض مع قيمنا كأمريكيين، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في هذا التصرف دون محاسبة أو عقاب إلى حد ما. طب إذا انتقلنا دكتور إدموند لو تسمعني، إذا انتقلنا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المجموعة الأوروبية، لاحظنا الأيام الماضية بعض التباين في بعض مواقف الدول الأوروبية. لأول مرة ماكرون
يتحدث عن وقف إطلاق النار، ونحن نعرف أنه الموقف الأوروبي كان يعني تابعا بشكل مباشر من بداية الأزمة للموقف الأمريكي. ماكرون تحدث عن وقف إطلاق النار، وفي نفس اليوم أو بعده بيوم أولاف شولتز المستشار الألماني قال نحن ضد وقف إطلاق النار. هل هناك أصوات أوروبية بدأت نوعا ما يعني تختلف عن الصوت الأمريكي وتتجه إلى فكرة وقف إطلاق النار؟ بدون شك هناك أصوات طبعا ترتفع، بعضها لم يبدأ الآن. مثلا إذا استمعنا إلى التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلس النواب الإيرلندي في إيرلندا داخل البلد وممثليهم في الاتحاد الأوروبي، هناك انتقادات لاذعة لسياسة القيادة الأوروبية. أقول بأن ما يجري هو أمر مرفوض تماما في الضفة الغربية وفي غزة. يقول هؤلاء أن هناك يعني أعمال تنتهك وبطريقة صارخة القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب، وذلك من خلال التدمير الهائل. يقول هؤلاء أن الصور التي يشاهدها العالم هي فعلا تظهر بأن أوروبا لم تقم بواجبها كما يجب، وأنه يجب عليها أن تطالب بمحاسبة إسرائيل. وهناك اقتراحات داخل البرلمان الإيرلندي في إيرلندا يطالب أيضا بفرض عقوبات على إسرائيل وتقديمها إلى تقديم قيادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. في أيضا بدأنا نرى التغيير كما تفضلت حضرتك وذكرت في فرنسا. فرنسا الرئيس الفرنسي كان من أبرز المناصرين، ولكنه وذهب إلى إسرائيل ودعم إسرائيل بقوة وحاول منع المظاهرات بعدما عاد. ولكن أعتقد أنه بدأ يرى أن داخل فرنسا هناك قوى سياسية تعارض وبقوة ما يجري، وترى بأن ذلك يهدد المصالح والأرصدة الفرنسية ويجب عليها أن يعيد النظر. كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا داخل فرنسا، وهذه شملت ليس فقط العرب الفرنسيين والمسلمين الفرنسيين، بل أنها أيضا بدأت تشمل مجموعات كبيرة من الفرنسيين. رأينا أن وزير الخارجية السابق دافيل فان انتقد ماكرون، انتقد السياسة الفرنسية وقال أن هذه لا تخدم مصلحة فرنسا ولا مصلحة الغرب. ولكن أيضا في بريطانيا بدأنا نرى بعض التغيير، ورأينا إخراج الوزيرة التي بسبب مواقفها المتطرفة في دعمها لإسرائيل. ولكن بريطانيا لا تزال إجمالا تدعم الموقف الإسرائيلي، وذلك ألمانيا. ولكن إذن الشارع ساعد الحكومات على الأقل في توجيه أو إعادة توجيه توجهها ناحية القضية الفلسطينية حتى ولو كان إنسانيا إن لم يتغير سياسيا. كل الشكر ليك الدكتور أدمند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. شكرا جزيلا لحضرتك.